في المغرب، وتحت ضغط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، افتتحت وزارة الصحة مركزا رقميا للتلقيح. المركز يهدف إلى رفع معدلات التلقيح ضد كورونا، إذ يسعى لتقديم اللقاح لما يصل ل4000 شخص يوميا. لأجل حماية نفسه أقبل زين العرب كسائر شبان بلدته على هذا المركز الرقمي للتلقيح والأول من نوعه في المغرب لتلقي أول جرعة من اللقاح ضد كورونا. جيت هنا باش ندير التلقيح ديالي باش نحمي نفسي ونحمي العائلة ديالي ونقدر نعيش في المجتمع بطريقة عادية. هذا المركز الرقمي يعد بداية تحول نحو اعتماد ما يسمى باللقاح الذكي، من بين أهدافه تطعيم 3000 إلى 4000 شخص يوميا. رقمنة ديال التلقيح هي مهمة، تساهم في تسريع ديال عملية ديال التلقيح ودع المواطنين يستافدوا في مدة وجيزة. وسيمكن المركز من رقمنة مسار عملية التلقيح بفضل نظام معلوماتي يسمح بتحديد هوية الأشخاص وتسجيلهم، مرورا بالكشف المخبري للتأكد من خلو الشخص من الفيروس قبل تلقي جرعة التلقيح. ملي كيدخل الشخص لتلقي اللقاح كيعطى واحد الكيو كود، هذا الكيو كود كيتبعوا جميع مراحل اللقاح. وقت اللي درنا هذا المركز راه درناه مركز متكامل، يعني كاين الاماكن ديال حفظ اللقاح، كاين حتى حفظ اللقاح المتتبع بطريقه رقميه. يتميز المركز ايضا بالتحكم في سلسله تبريد اللقاحات، فضلا عن تحليل البيانات الطبيه واللوجستيه المسجله بواسطه اجهزه الاستشعار عن بعد، كل ذلك من اجل تشجيع المواطنين للاقبال على تلقي اللقاح. الناس اللي ما كيبغوش يديروا التلقيح ممكن انهم خاصهم ضروري يديروا التلقيح، ضروري. هاد الفيروس راه كاين، راه حنا في الاول كنا كنقولوا ما كاينش وتصابينا به، راه كاين هاد الفيروس. باش الحياه ترجع لطبيعتها يخص الجميع ينخرط يعني في هاد العمليه ديال التلقيح، يعني هذا هو الحل الوحيد انا اللي كيبان لي بانه اللي يقدروا نرجعوا به لطبيعتنا. مهتمون بالشأن الطبي يرون أن إقامة مركز من هذا النوع هو تحدي يرفعه المغرب ضد الوباء في ظل تسجيله لأرقام غير مسبوقة من الإصابات هذا الصيف. توفير اللقاح وتسريع عملية التطعيم لم تعد مسألة صحية فحسب برأي مراقبين، بل أضحت أيضا قضية استراتيجية لضمان الاستقرار ومدى القدرة على التخطيط لذلك في المستقبل. عبد الحليم بقالي، الحرة، نواصل. وللمزيد من التعليق على هذه الخطوة ينضم إلينا من الرباط دكتور خالد فتحي، أستاذ كلية الطب في جامعة الرباط. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خالد. منذ بداية الجائحة مسألة البيانات كانت مهمة في تتبع المخالطين وحصر أعداد المصابين، لكن في مرحلة التلقيح ما مدى أهميتها؟ مدى أهميتها هو أن هذه المراكز الذكية المندمجة للتلقيح تساعد على رقمنة المريض، على تحديد هوية المستفيدين، على تسجيلهم، على يعني رصد الفيروس حتى داخل يعني مركز التلقيح. هناك فضاءات خاصة برصد الفيروس، وفي حالة ما إذا كان التحليل إيجابياً يوجه المريض نحو العلاج، وإذا كان سلبيا يوجه نحو يعني التلقيح. المغرب يكيف استجابته للوضعية الوبائية المتفاقمة ويسرع من عملية التلقيح، وهو يبدأ الآن في نشر جيل جديد من مراكز التلقيح. ليس صدفة أن الدار البيضاء كانت أول مدينة تحتضن هذا المركز الأول من نوعه، فالوضعية الوبائية في الدار البيضاء متفاقمة أيضا، والدار البيضاء هي القلب النابض للمغرب. هذه التجربة النموذجية سيتم تعميمها في المستقبل القريب على جميع جهات ومدن المملكة، وتعد نموذجا ملهما للدول الإفريقية، لأن هذا الفيروس سيبقى معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويجب أن نتعلم كيف نتعايش معه. إذن هو توظيف للإبداع وللابتكار وللتكنولوجيا في محاصرة الوباء والتحكم فيه، هذا هو الهدف. كان ينظر لمسألة التقدم والمعلوماتية على أنها ستكون عامل إيجابي في مواجهة الجائحة، لكن مسألة المعلومات الكاذبة كانت وجها سلبيا لهذا التقدم.
هذه المعلومات والبيانات التي سيحصرها هذا المركز الرقمي كيف ستفيدكم أنتم كعلماء؟ ستفيدنا في معرفة خصائص انتشار الفيروس في المغرب، ستمكننا من تجميع بيانات ضخمة من المساهمة في المجهود العالمي للتعرف أكثر على الفيروس وعلى الطرق يعني مكافحته. ولكن التكنولوجيا لا تنفع لوحدها، لأن التكنولوجيا توظف في اتجاهين متناقضين، وبالتالي توظيف التكنولوجيا في هذا الاتجاه هو يهدف بالأساس للقضاء على الأخبار الزائفة وعلى توعية المواطنين بالإقبال على تلقي جرعات اللقاح. إذن نحن نسعى لتوظيف التكنولوجيا من أجل التحكم أكثر في الجائحة ومن أجل تسريع عملية التلقيح، خصوصا وأن المغرب الآن هو مقبل على تلقيح الأطفال، مقبل على تلقيح الحوامل في أي تاريخ من الحمل، وهذا يتطلب رصيدا من الثقة، وبالتالي يتطلب نشر المعلومات الصحيحة ومحاربة الأخبار المضللة. وحتى الآن كيف تنظر إلى جهود نشر هذه المعلومات الصحيحة وتوعية المواطنين بضرورة تلقي اللقاح؟ في المغرب هناك الآن يعني تجند من طرف وسائل الإعلام، هناك خبراء وأطباء يشرحون ليل نهار للمغاربة يعني كيفية انتشار الفيروس، كيفية محاربة الفيروس، أهمية اللقاح. مع ارتفاع الحالات لاحظنا ازديادا في عدد عمليات التوعية، ولاحظنا عودة للكمامة، وبالخصوص رسائل للأطباء وللخبراء مفادها أن من يرقدون الآن في أسرة الإنعاش هم أولئك الذين أحجموا عن التلقيح، وبالتالي هناك الآن دلائل واضحة على أهمية التلقيح، يقوم علماؤنا وخبراؤنا بنشرها في شتى وسائل الإعلام. إذن المغرب يحاول أن يسير في شتى الاتجاهات، توعية المواطن، تسريع عملية التلقيح وتوريد اللقاحات، تصنيع اللقاح في الأشهر القليلة المقبلة، توسيع الفئات المستهدفة باللقاح، ثم استخدام التكنولوجيا أيضا في هذه المعركة المستعرة مع وباء كورونا. أخيرا، كيف تنظر إلى الجهود العالمية للتعاون ما بين الدول المختلفة في مسألة التلقيح؟ في الحقيقة أن هذه الجائحة أبانت عن ضعف في التنسيق العالمي فيما يخص مسألة اللقاحات، وأبانت عن زيف الشعارات، وأبانت أنه بمجرد ما أن نواجه يعني أزمات وجودية يعود العالم فجأة إلى مجتمع الطبيعة، وبالتالي نلاحظ كيف أن العالم الأول تخلى عن إفريقيا مثلا، كيف أن في دول العالم المتقدم بدأوا في الجرعة الثالثة، كيف أنهم يلقحون الرضع، بينما في بعض الدول الإفريقية على سبيل المثال لا زال حتى الأطباء في الصفوف الأمامية لم يستفيدوا من اللقاح. هذه المسألة تدعونا للتفكير في يعني في وضع ميثاق أخلاقي عالمي، أو في للتفكير في إنشاء مجلس أمن عالمي يكون مخصصا للصحة وللصحة فقط، لأننا نواجه كبشر يعني هجوما لفيروسات، ربما ستظهر فيروسات أخرى في المستقبل القريب، نحن في مركب واحد. وجاهزية الكرة الأرضية من الناحية الصحية تقاس بجاهزية أضعف
دولة في العالم، هذا ما يجب أن يعيه يعني قادة الدول العالم المتقدم والأول. شكرك دكتور خالد فتحي الأستاذ في كلية الطب بجامعة الرباط، شكرا جزيلا لك.